النصر الحسم. ضرب العالم بيد من حديد، وأمطر شباك ضيفه الحزم برباعية أبعدته عن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. مسلسل الأهداف افتتحه الضيوف بهدف رائع بعد مجهود فردي من عبد العزيز الحربي، والذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب وأودعها الشباك الصفراء. الحزماوي جول أول لسفير ستير في رحلة البحث عن الأمل وبعد العمل. الحزم سجل. رد النصر لم يتأخر كثيرا، الجزاوي يقف خلف ركلة حرة خارج منطقة 18 ليودعها بطريقة الكبار في مرمى الحزم، مفتتحا مهرجان الأهداف النصراوية. جول النصر، والنصر حط الجول، العالمي حط الجول، الفارس سجل جول. العماني الحسني ينبري لركلة الجزاء التي تحصل عليها النصر، ويسجل عماد هدف النصر الثاني لينهي به شوط المباراة الأول. جول ثاني للنصر، جول ثاني للنصر. الراهب الذي يرهب الخصوم دائما أبى الخروج من هذه المباراة خالي الوفاض، لينطلق الراهب مستغلا خطأ دفاعيا من دفاعات الحزم ليسجل الهدف الثالث للنصر. خير الكلام ما قل ودل، عالمي ما له حل ما له حل. ويبدو بأن حسن لم يرضي غروره بعد، ليستلم كرة مميزة تنقلتها أقدام الحسني وعطيف ليترجم الراهب هذه الجملة الفنية بهدف جميل. النصر بهذه الرباعية ينتقل رسميا إلى دور 16 من هذه البطولة. النصر. النصر يعني كانت مباراة سهلة له يعني، وكان حساباته واضحة في هالمباراة، يريد أن يجتازها بأقل الخسائر. استعان بكثير من البدلاء الأساسيين، لأنه كثير من البدلاء كانوا يلعبون في مباريات كثيرة في الدوري أساسيين وفق نظرية كارينيو في التدوير. يعني أجمل اليوم أنا ما شفت مباراة، يعني شفت شاب صغير في فريق الحزم عبد العزيز الحربي انطلق بكرة من قبل منتصف الملعب، راوغ جمعان الدوسري، ثم راوغ أيمن فتيني، ثم سجل هدف في غاية الروعة. وهذه واحدة من المكاسب اللي قلنا أنه هذه الفرق الصغيرة تعود للواجهة في مثل هذه المباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين. أيضا كمتابعين وكمتذوقين لكرة القدم الجميلة، شاهدنا عبد العطيف اليوم يقدم يعني كرة سهلة جميلة ما فيها تعقيد. شفنا صناعة اليوم في هدف في غاية الجمال، وهي على فكرة حركة خطيرة ما يعني ممكن تؤدي إلى أذى في الركبة، لأنه كان يجري ثم يعني التف بجسمه ومر الكرة إلى المهاجم. وهذا دور عبد العطيف اللي دائما كنا يعني نتابع فيه في مباريات السابقة. سواء هذا الهدف اللي تقصده، هذا الهدف يعني هدف الحزم، هدف الحزم. هذا عبد العزيز الحربي، شوف ثقة وقدرة وعدم استعجال ومراوغة يعني وذكاء، وركنها صح، ركنها يعني ما شاء الله تبارك الله. الكرة ترى من قبل المنتصف، قبل الخط النص، انطلق بالكرة بكل جرأة وبكل ذكاء وبكل ثقة. لما ارتبك مع أنه لاعب صغير في السن، أعتقد أنه أصغر لاعب في فريق الحزم، فأنا أعتقد أن هذه من المكاسب أيضا اللي احنا يعني يجب أن نشيد فيها، ويجب أن نشيد في عبد العزيز الحربي. النصر اليوم يعني فاز بأقل الخسائر وبأقل المجهود، ونبارك له ونبارك لجماهيره. ألف مبروك للنصر، تأهل. الصراحة ما تابعت المباراة، لكن يعني فوز متوقع، ما في أي مفاجأة. الفوز النصر أفضل فريق في هذا الموسم، يقدم مستويات، متصدر الدوري تقريبا خطوة فقط أو خطوات بسيطة لتحقيق لقب الدوري، بطل كأس ولي العهد.
عجبني اليوم الكابتن عبد الرحمن الرومي في تحليله مباراة الهلال القادسية، قال أنه هذه الفرق حتى لو لم تحقق نتائج إيجابية مثل الحزم والقادسية والسروات، ولكن مثل هذه المباريات تمثل لها مع فارق التشبيه، مثل المنتخب السعودي لما يواجه فرضا المنتخب الإسباني الألماني البرازيلي في مواجهات ودية أنه يستفيد منها حتى في المواجهات الدورية في دوري ركاء، أنها تكون لها مواجهة قوية يستفيد منها فيما تبقى له من مواجهات دوري، أنه لما تقابل فريق قوي مثل النصر الهلال الاتحاد صحيح أنك ما تحقق نتيجة إيجابية وتأهل، ولكنها تستفيد منها فنيا وحتى المدرب يستفيد منها والعناصر الفريق. طيب أنا جتني رسالة من سعد عصام يقول مدرب الزلفي دكتوراه في الإعداد البدني. دكتوراه في الإعداد بس الوجود سريعا. أنا يعني والله يستاهلون كلهم التبريكات والزلفي يستاهلون، لكن في شخص عزيز علي تذكرت الآن لازم له تهنئة خاصة بول. لأن هذا يكفيني يعني من الوسط الرياضي كله، من أكبر مكاسبي في الوسط الرياضي العزيز والخلوق جدا الأستاذ عادل البطي، نقول له ألف 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 مبروك أبو فهد. وأنا متأكد إن لأن أبو فهد قبل فترة يقول حنا طموحنا مو فقط التأهل، طموحنا آسيا بالنسبة للزلفي، ونقول الله يوفقكم إن شاء الله. ألف مبروك أبو فهد.